الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، إخوتي في الله، معكم مع أخوكم معاذ. مجموعة تربية الحسون والكناري بشكل احترافي. أولا نرحب بالجميع، ثانيا راح نوريكم إن شاء الله هذا الطائر لوك المعار. للأسف كنت نحضر فيه باش لموسم التزاوج باش خرج منه الهجين، ولكن يعني حكم نفسه مع سلك في القفص فعينه جرحت. سأوريكم إن شاء الله. شوفوا اخوتي، وريناهم تشوفوا معاهم غيبان. المهم اخوتي، ما في الحق السلك ما حكملوش عينه مباشرة، الحمد لله هذه علامة ممتازة، ولكن الجلد هنا يعني الدم مثل ما ترون عينه راه دمع. فأول خطوة اخواتي واش نديرو له راح تشوفوا ان شاء الله. اولا شوفوا يا ابراهيم، نعقمرو العينين لانه كي يكون عندها الدم وتشوه العينين فالدم يعني ميليو كولتير تاع ميليو كولتير بور لي باكتيري، يعني وسط كما نقولوا جيد لي يعني للبكتيريا الضاره، وبالتالي ستضره في عينيه. اول شيء راح نعقمو العينين. كيفاش؟ نشري خوتي سيروم صالي، سيروم صالي عند يعني الصيدلي، وراح ان شاء الله يعني كي يجي باش يرقد نستعملوا له هذا باش نعقمو له عينيه ان شاء الله. مثل ما ترون مثلا اخواتي هكذا ندير له قطره فقط، بسم الله. هيا مثلا اخواتي هكذا اخواتي ندير له قطره فقط باش يعني نعقملو العينين تاعو. خلاص خوتي، المهم شوف يا ابراهيم، باش خوتي باش يعني كما قلت لكم نمنعو يعني تكاثر البكتيريا في عينيه، وبالتالي يعني راح ينضر مليح مليح. نعقملو عينيه بالسيروم صالي وننتظر. يعني اذا لاحظنا ان العينين في اليوم التالي اصبحت بيضاء معناه انه تضرر من عينيه، واما اذا ما رجعتش بيضاء فلله الحمد والشكر يتعالج بشكل عادي. اما اذا يعني لاحظنا البياض في عينيه بعد الاصابه، في هذه الحاله يعني نشتري دواء اسمه ماكسيدرول، ماكسيدرول ونستعمله حتى يعني ننقذ ما استطعنا انقاذه ان شاء الله. المهم خوتي، نتمنى ان شاء الله يعني منه درس، منه علم مباشر. يعني للاسف نتمنى ان شاء الله موسم تزاوج ناجح للجميع، وربي يوفق الجميع. مثل ما شفتوا خوتي هكذا، ودانا له نقطة في العين فقط، يعني نوضعوها له لما يصاب وعند النوم. يعني كي نشوفو أصيب نوضعو له القطرة، وعند نومه حنا نوضعو له تاني القطرة باش نمنعو تكاثر البكتيريا في العينين ونعقمها. المهم خوتي ربي يوفقكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.